السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسيرنا اليوم عن رؤية الطحينة في المنام. أولا، تفسير حلم أكل الطحينة في المنام. رؤية أكل الطحينة أو السمسم أو زيت السمسم يدل على رجل ذو سلطة وجاه ورياسة وله كلمة بين القوم، وتصنيع السمسم لإخراج الطحينة يدل على كثرة الخير والبركة في الرزق، وشراء الطحينة في المنام تدل على مال من مصدر حلال وبدون تعب أو مشقة، وأكل الطحينة في المنام يدل على البشرى السارة والمفاجآت المفرحة كالنجاح والزواج أو البشرى بمولود جديد، وأكل الطحينة بمنام الشاب أو الرجل تدل على كثرة الخيرات وسعة الرزق والنجاح والتوفيق في حياته. تفسير حلم أكل الطحينة للمتزوجة. إذا رأت المتزوجة أن زوجها يهديها علبة من الطحينة فهذا يعبر عن مقدار السعادة والتفاهم بينهما ودوام الود بينهما، وإذا رأت أنها تقوم بتصنيع الطحينة وتعبئتها وبيعها أو إطعامها لأبنائها فهذا يدل على صلاح في الأحوال، وإذا ذهبت للمحل التجاري لشراء الطحينة أو السمسم فهذا يدل على الاستقرار الزوجي والعائلي وتحسن أحوالها المعيشية والاقتصادية. تفسير حلم أكل الطحينة للعزباء. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تشتهي للطحينة أو أنها تأكلها بشراهة فهذا يعبر عن التخطيط للمستقبل والوصول إلى الأهداف المنشودة وتحقيقها. إذا أهداها شخص علبة طحينة أو سمسم فهذا يدل على مفاجأة تسرها، وإذا اشترت سمسم أو علبة طحينة فهذا يدل على قدومها على عمل جديد سوف تحقق نجاحات عديدة من خلاله، وإذا قامت بتصنيع الطحينة وتعبئتها وبيعها فهذا يدل على بعض المعاناة والتعب الذي ستحصد بعد الراحة، وتدل أيضا على النجاح على جميع الأصعدة. وبكده يكون حلقتنا النهاردة خلصت. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.